مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجويه اللي طلع لكم من قناتكم الوطنيه تيفي اذا نبداو هذه النشره الجويه بالصوره اللي اخترناها لكم لنهار اليوم نحبكم بكم لهذا المنظر الجميل اذا من سماء تصلي بالضبط من ضربة تبانه اكيد منظر طبيعي جميل يعبر عن سمال صحراءنا الجزائر اذا الوضعيه المرتقبه ان شاء الله مع فجر الاربعاء اضطرابات جويه ان شاء الله تبقى في الموعد هذه الاضطرابات الجويه تبقى متمركزه على اغلبيه الولايات الشرقيه ان شاء الله اذا الامطار ستكون في الموعد على قسنطينه على ام البواقي امطار كذلك على تلمسان على الجلفه الغواط ثلوج ثلوج خير كانت في الموعد على اغلبيه اذا الولايات على هضاب العليا على سطيف على جبال البابور على وزو اذا اقول الثلوج تبقى متمركزه على اغلبيه مرتفعات ليبدا العلو تاعها 1500 متر ان شاء الله اجواء غائمه كما لاحظوا على الولايات الصحراويه على ابواب الصحراء زوابع رمليه نشطه بالضبط على بشار على ادرار اذا وتبقى اذا اجواء غائمه الى ملبده بأقصى الجنوب بالنسبه لدرجات الحراره ان شاء الله مع فجر الاربعاء انخفاض الحمد لله يبقى محسوس في درجات الحراره اذا بدا من ليله البارح وهذا نتيجه الثلوج كما سبق وذكرنا اللي كانت في الموعد كتله هواء بارده تبقى في الموعد ان شاء الله خاصه على ولايه هتاب العليا اين سنسجل مقياس درجتين على سطيف باتنا خنشلة اريس تسع درجات على البيض مشريه ونعمة اربع درجات على قسنطينه على ام البواقي 14 درجه على منطقه الصورة 18 درجه بوسط الصحراء عين صالح نفس المقياس على اليزي اذا بالنسبه الوضعيه المرتقبة بعد ظاهرة الأربعاء إن شاء الله سحب كثيفة تبقى في الموعد أجواء غائمة على الولايات الساحلية الوسطى على الولايات الشرقية كذلك والغربية أمطار شرح تستمر على تلمسان على منطقة الغزوات على الجلفة على الغوات تبقى أجواء غائمة لكن بدون فعالية على سطيف على باتنا على خنشلة على أريس وعينازل كذلك زوابع رملية نشطة إذا الحيطة والحذر لمستعملية الطرقات بالضبط على بشار على أدرار على تامنرست على عين صالح وإليزي سرعة الرجاح العموم تراوح من 30 تلحق حتى 40 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة إن شاء الله بعد ظهيرة الأربعاء انخفاض يبقى محسوس في درجات الحراره مقارنه بالايام الفايته على الولايات الصحيه الوسطى على الولايات الشرقيه كذلك والغربيه نزوج مقياس 18 درجه على الجزائر العاصمه وضواحيها نفس المقياس على البويره على بني ورتينان تنخفض بمقياس درجات على قسنطينه على ام البواقي نفس المقياس على سطيف 18 درجه على الجلفه ترتفع بمقياس درجتين حتى الخط الرابط مع البيض مشريه وانعمه انخفاض يبقى محسوس في درجات الحراره خاصه على تندوف على بني على تاب البالا برج الحواس اذا درجه الحراره هنا تتراوح من 20 حتى 22 درجه مئويه تبقى اذا كتله هواء ساخنه تبقى متمركزه خاصه باقصى الجنوب ومرتفعات الهوكار والتصيلي اذا هنا درجه الحراره تتراوح من 37 تلحق حتى 130 40 درجه مئويه باقصى الجنوب برج بجي مختار عين قزام عين ازوا وابليسه اذا نيميلا الصيد البحري البحر ان شاء الله لنهار الغد الاربعاء يبقى ايضا قال الاضطراب على السواحل الشرقيه حتى سواحل العوانه جيجل مضطرب هايج على سواحل اذا بالضبط حتى المرسى بالمهيدي وهذا نتيجه الرياح قويه راح تشهدها اغلبيه الولايات الساحليه الوسطى والغربيه كذلك اذا اتجاهات الرياح على السواحل الشرقيه باذن الله تكون شماليه تماما أو ترجع باذن الله شماليه شرقيه على سواحل تنسدلس حتى المرسى بالمهيدي مشاهدي لينا لهنا ختام موعد نشاطكم الجويه لينا الغد الاربعاء نختموها بموعدكم الفلكي لشروق وغروب الشمس لان الشروق على الساعه السادسة و 29 دقيقه صباحا اما الغروب على الساعه السابعة و 13 دقيقه مساء لمزيد من المعلومات نقولكم اكيد ما عليكم غير تزوروا مواقع الوطنيه تي في لا هيدام في الخدمه بقاو مع برامج وطنيه تي في بقاو على خير صحه فطوركم تهلا فرحتكم